بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم حزب الفضيلة الإسلامي كعادته سنويا يقدم جزءا بسيطا لدماء الشهيد الصدر المقدس، واليوم أقيمت احتفالية شعرية بالمناسبة تأبينا لذكرى استشهاد السيد الشهيد الصدر محمد صادق الصدر ونجليه. وكما نتذكر بأن السيد الشهيد قدم كل شيء للعراق وللإسلام وللمذهب الشريف، وسالت دماءه الطاهرة على أرض العراق، ونتذكر كيف كان صلاة الجمعة قد قلبت الموازين، وكيف ثقفت هذا الشعب العراقي الكبير وحولت حالته من السلبية للإيجابية. ونتذكر كذلك خطب الجمعة، وكذلك الكراسات والكتيبات والكتب الكبيرة التي كانت تتداول، ودخل الفقه إلى جميع الدور وكذلك المدارس والجامعات. وأنا أتذكر عندما كنت طالبا في الجامعة كيف كنا نقدم هذه الكتيبات ونتداولها، وكذلك الكراسات وكذلك الكاسيتات خطب الجمعة. وبينما كنت أنا يعني وعائلتي نمتلك شهداء معدومين، ولكن هذا لم يجعلنا نتخاذل أو نتقاعس، بل كان صوت الشهيد الصدر المقدس في داخلنا يدوي ويقول هل من ناصر ينصرنا. لذلك هبت هذه الجموع سابقا لنصرة الشهيد، وإن شاء الله تبقى على هذا النهج. واليوم كذلك نجدد عهدنا وفاءنا للشهيد الصدر، وندعم كذلك خليفته بالحق المرجع اليعقوبي الذي أوصى به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في الذكرى السنوية لرحيل المولى الشهيد الصدر المقدس رضوان الله تعالى عليه ونجليه الطاهرين، تحيي أمانة حزب الفضيلة الإسلامي ممثلة بمنتدى البصرة الثقافي هذه الذكرى، والتي منها نستفيد يعني العديد من الأمور، حيث كان السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه مرجعا إصلاحيا ثائرا بوجه الفساد، بوجه الطغاة، أحيا الفرائض التي كانت معطلة، أحيا الأمر بالمعروف، أحيا النهي عن المنكر، أحيا فريضة الجمعة التي عطلت لمئات السنين. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه اقتلع الخوف من قلوب المؤمنين ومن قلوب العراقيين. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أصلح الواقع الحوزوي، أصلح الواقع الاجتماعي، نشر الكثير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بين كثير من الضلالات الموجودة، فاهتدى الشباب الذين كانوا مغرر بهم ومتبعين إليها، وصل صوته إلى أبعد ما يكون، وصل صوته حتى إلى الغجر وغيرهم. حقيقة يعني حري بنا أن نستفيد من هذه الذكرى، وأقل الوفاء هو أن نحيي هذه الذكرى، وها هي اليوم الشباب الرسالية تحيي هذه الذكرى الأليمة لتستفيد من هذه المناسبة. جيت وغيرت كل المفاهيم ودليت الزلم درب البطولات، كان الدين مو يم السياسات، وكنا متاع لحلوق الحكومات، وكان الشيخ بس مدنق الراس وسبحته السودة ياخذ بيها خيرات، ما كان المعمم شايل سلاح ويركض على الفرقة ويرمي صليات. الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد السيد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه. هذه الذكرى الأليمة التي تمر على الشعب العراقي نحيي فيها كل سنة ذكرى استشهاد السيد محمد صادق الصدر، لما لهذا الرجل من فضل كبير على الشعب العراقي، حيث كان له الدور الكبير في إحياء الروح الإسلامية داخل الشعب العراقي بعد أن كانت قد ماتت في سنوات النظام الدكتاتوري البائد، حيث قام بثورة إصلاحية كبيرة للشعب العراقي، حيث قام بإحياء الحوزة العلمية الشريفة والشباب والمرأة، وخاطب كل شرائح المجتمع وحاول بث الروح الإسلامية من جديد داخل المجتمع العراقي،
وقد حقق إنجازات كبيرة في هذا المجال، وكان لها الوقع والأثر الكبير على الشعب العراقي، وكانت ثمارها جدا واضحة من خلال الخطابات الكبيرة في صلاة الجمعة المباركة. فبهذه الذكرى الأليمة الكبيرة على نفوسنا نقوم سنويا بإحياء الذكرى من أجل استذكار الآثار الكبيرة للسيد الشهيد الصدر المقدس رضوان الله تعالى عليه، حيث كانت لها آثار إيجابية حتى بعد استشهاد السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. وهذه الآثار هي اليوم نلاحظها من خلال المؤسسات الكبيرة، وهي من آثار السيد محمد صادق الصدر، حيث جامعة الصدر الدينية والزهراء النسوية وكذلك المؤسسات وكل اليوم الأحزاب وحركات المقاومة تدين للسيد الشهيد الصدر بالولاء الكبير والفضل الكبير. فسلام على السيد يوم ولده ويوم استشهده ويوم يبعث حيا، والسلام عليكم ورحمة الله. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحيي الآن ذكرى استشهاد السيد محمد صادق الصدر، ذكرى 20 استشهاده في مقر حزب الفضيلة الإسلامي، ونستلهم الدروس والعبر من السيد الشهيد محمد صادق الصدر، ونبقى إن شاء الله على ذكره وعلى مسيرته الطاهرة في إحياء صلاة الجمعة، في الشعائر الدينية، في أن المرأة لها حقوقها ولها خصائصها وامتيازاتها، وأن تكون المرأة لها حرية كاملة في الإطار الإسلامي. الماشين والسائرون على نهج السيد محمد صادق الصدر.